تمام شيخ. قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فما هي الناشئة؟ الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الإمام أحمد رحمه الله فسر الناشئة بأن لا تكون إلا بعد نوم، بأن لا تكون إلا بعد نوم. إن ناشئة الليل يعني إن قيام الليل بعد النوم أشد وطئا أي مواطأة. ومعنى هذه الآية أن قراءة القرآن في قيام الليل أشد مواطأة للقلب من غير أو في غير هذا الموطن. ومراجعة القرآن في الليل أثبت للقلب وأبعد عن نسيان مراجعة النهار. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم في جزء من حديث ومن دارسه في الليل استظهره، إن الذي دارس القرآن في الليل ويراجعه ويقوم به يستظهر القرآن ويحفظ ويضبط ويتقنه. والذي لا يراجع بالليل ولو راجع بالنهار لا يكون بمنزلة الذي يراجع في الليل. ويؤخذ من هذه الآية أن قراءة الليل أكثر تثبيتا للقرآن في القلب من قراءة النهار، لأن الله جل وعلا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي مواطأة، قال هي أشد، إذن فلا شيء أشد ولا أحسن منها. وأقوى مقيلة خاصة يجمع في هذا الموطن بين أكثر من عبودية. العبودية الأولى قيام آخر الليل، هذه عبودية مقصودة لقوله صلى الله عليه وسلم استطاع منك يقوم آخر الليل فليفعل، ولقول عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. العبودية الثانية أن الرب جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الأمر الثالث أن هذا أحضر للقلب. الأمر الرابع أن هذا الموطن أجوب للدعاء، إن جوف الليل أجوب للدعاء من غيره. الأمر الخامس أنه قد تجمع في الدعاء مع السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه كلها عبوديات في عبادة واحدة. طالب العلم بل والمسلم مطلقا لا يفرط في قيام الليل، كما قال محمد بن سيرين لا بد من قيام الليل ولو قدر حلب شات، ولا يضر الإنسان يستيقظ ولو قبل الأذان بربع ساعة، يدعو الله جل وعلا ويسأله ويستغفره ويتضرع بين يديه ويجد لذة العبادة ويوتر ويصلي لله جل وعلا ما قدر له. لو كان في شخص الآن سيوزع آخر الليل مبالغ مالية ما تخلف أحد عن هذا الموطن، ولو قال بقدر ما تصلي كذا يكون لك كذا من المال ربما سيكذب أنه صلى حتى يأخذ المال، ولو قال ما ينال المال إلا لمن بلغ من السن كذا وكذا كان ربما سيزور العمر لينال هذا المبلغ. والله ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا يمكن المسلم العاقل يزهد بمثل هذا الأجر العظيم والثواب، وكون الرب ينزل في هذا الثلث فيقول من يدعوني فأستجيب له،
قد قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمسلم في دعاء دائر بين عدة مراتب. جاءت في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما تعجل دعوته، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قال: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر.